للمزيد للحديث عن الحوار الوطني وتجميعه لكل الأفكار بينضم لينا عبر الهاتف دكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. الحقيقة يعني أنا عايزة أتحدث مع حضرتك في هذه النقطة تحديدا عن فكرة هذه التجميعة، كل الأفكار والطوائف المجتمعية والاقتصادية والفكرية والرياضية والدينية وإلى خلافه على طاولة حوار واحدة، كيف تقرأ هذا المشهد؟ هو المشهد له عنوان كبير، قرار السيد الرئيس والمنسق العام أنه الاختلاف في الرأي لا يفسد الوطن قضية، وبالتالي إذا كان هناك نية حقيقية ورغبة حقيقية في الوصول إلى حوار يجتمع عليه الجميع ونكون الشعب المصري كله على طاولة واحدة، فكان لابد من كل الأطياف كل الاتجاهات كل الفئات يجتمعوا على طاولة واحدة، لا سيما أن القضايا متنوعة ليست قضية واحدة وليس ملف واحد، وزي ما قالوا أن الكل كان بيعتقد أن الملف السياسي أنه سيكون ملف الأبرز، إلا أنه في الحقيقة نسب المشاركات والمساهمات والاقتراحات كانت تنال الملف الاقتصادي أكثر والاجتماعي أكثر، وبالتالي فما رأيناه أمس في جلسة الافتتاح من تنوع كبير وضم لكل الرموز الوطنية وكل من شاغل برأي العام سواء في الاتجاه السياسي أو المجتمع أو الاقتصادي، مع ضم قامات كبيرة في التاريخ السياسي المصري والاقتصادي المصري، أمر مشهود له بالشكر والتقدير لأمانة الحوار الوطني ومجلس الأمناء، وزي ما قال المنسق العام أنه لا يوجد مصري واحد ولا جهة ولا حزب ولا قوة سياسية إلا وتم توجيهه الدعوة، وما زال الباب مفتوح إما بطريق مباشر أو طريق غير مباشر عن طريق الأحزاب السياسية للوصول إلى مجلس الأمناء والوصول إلى الحوار الوطني المشاركة فيه وبفاعليه. الحقيقة وإحنا بنتابع امبارح جلسات الحوار الوطني شفنا أنه بالأرقام طلبات أو الرغبات للمشاركة في الحوار الوطني تعدت الألاف وكانت هناك مشاركة بالأرقام، ولكن خليني أخذ من حضرتك جملة مهمة جدا وده كان سؤالي التالي الحقيقة، كيف رأيت تجميع هذه القامات السياسية والثقافية والدينية والرياضية مع الشباب أو حديثي العهد بالتطوير والأفكار والمشاركة الفعالة في كافة المجالات على طاولة واحدة، ماذا يعكس هذا المشهد تحديدا؟ هو المشهد هو قراءة حقيقية للواقع والمستقبل، لأن التركيبة السكانية للشعب المصري 60% منه شباب، وبالتالي إذا أغفلت تمثيل الشباب وده غير جائز وغير مطروح في عهد الرئيس السيسي، لأنه على مدار السنوات الماضية كان اهتمام كبير جدا للشباب وبالتالي مشاركتهم كانت يعني تعتبر مشاركة طبيعية لاتجاه الدولة وهو تمكين الشباب وتمكين المرأة، لأنه بنعتبر أنه أن الشباب والمرأة هم القاطرة الحقيقية التي تقود الوطن وبسرعة، لأنه بيملكوا الطاقة وبيملكوا القوة، وبالتالي مشاركة الشباب في مع كافة الرموز وكافة الأطياف أمر طبيعي جدا، لأننا زي ما بيقول الهدف هو وضع أجندة وطنية يتحدد فيها أولويات العمل الوطني في المرحلة القادمة يعني المستقبل، وبالتالي لابد من مشاركة فاعلة للشباب اللي هو بيملك المستقبل مع الخبرات اللي موجودة واحترام القامات الكبيرة، ويمكن شفنا امبارح مشاركات عديدة من رموز وطنية زي السيد عمرو موسى الدكتور حسام وغيره من دكتور علي الدين هلال دكتور علي والمهندس خالد عبد العزيز ومجموعة كبيرة ممن مشهود لهم بالوطنية الخالصة والدور المصري والتاريخ والفكر الواعي، يعني خلينا بقى ناخد الحتة دي تحديدا طبعاً. لأنه هذه هي الموازنة أو كافة الميزان اللي أنا كنت بتكلم مع حضرتك عليها، فكرة وجود هذه القامات التي تثقل من رمانة الميزان بجوار الشباب اللي عنده زي ما حضرتك قلت الطاقة والطموح وأيضا تطوير الذات، كيف هذا التوازن سوف يعكس بقى على المجتمع أو سينعكس على المجتمع؟ اصلا انت في حوار وطني، احنا مش جايين مكلمخانه، احنا جايين باذن الله الرئيس على المؤتمر على الحوار الوطني مهمه ثقيله جدا وهو محاوله صحيح. الوصول الى حلول مدروسه وملموسه، وبالتالي كون ان احنا مش مجرد مكان بنتكلم فيه ومجرد
هو زي منتدى نتبادل فيه رأي، طاولة واحدة تجمع كافة الخبرات سواء تكنوقراط أو فنية، مع القوة مع الشباب مع التنوع مع الكلام ده كله، عشان توصل إلى رأي فني وتكنوقراطي وحل لكل القضايا التي تمس المواطن المصري بمختلف فئاته ومختلف أعماره. وبالتالي ده هذا التوازن كان مطلوب جدا 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 جدا، لأن احنا مش مطلوب كلام بقدر ما هو يكون في فكر مصحوب بكلام، مصحوب بطاقة، مصحوب بطموح، مصحوب بإحساس بمسؤولية، مصحوب بإحساس بوطن، مصحوب بإحساس بما يدور في العالم الخارجي من أزمات. وبالتالي كان لابد من هذا المزج وهذا الاختيار الجيد. وزي ما بيقول ما كان هناك توافق كبير على ما تم اختياره من المقررين ومقررين مساعدين ومجلس أمناء ومنسق عام، وده بيساعدنا ويدي مصداقية مع أداء مجلس الأمناء والمنسق العام واتجاه الدولة ودعم الرئيس في ان احنا عايزين نوصل الى حلول حقيقية تمس كل القضايا التي تمس المواطن المصري، حلول حقيقية قابلة للتطبيق وتكون مدروسة دراسة جيدة. الحقيقة من حديث حضرتك دكتور هشام وأيضا ضيوفي في المكالمات السابقة، أنا شفت أنه في رغبة حقيقية للعمل على أرض الواقع، رغبة حقيقية للمشاركة، رغبة واقعية لتنفيذ كل ما سوف يتم التفكير فيه بشكل شفاف ومعلن في جلسات الحوار الوطني من أجل الوصول إلى حياة كريمة بالمعنى الحرفي للجملة. وده الحقيقة اللي احنا محتاجينه دلوقتي، كل الطاقات، كل المجهود، كل الأفكار، كل تبادل الفكر أيضا، واللي سمحت به الدولة المصرية بشكل شفاف جدا وشكل واعي جدا علشان نتقدم. دكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، شكرا جزيلا لحضرتك، شرفتنا ونورتنا.